تضاربت آراء المصابين بداء السرطان حول واقع وآفاق الخدمات الطبية المقدمة لهم بمركز المعالجة بمستشفى محمد بوضياف بورقلة. المركز هذا ما عجبنيش، أنا ما هوش منظم. ما عجبكش؟ ما عجبنيش. علاش؟ ما هوش، ما عندوش نظام، كله ما هو باين لنا الطبيب من الفرمل. زيادة قائم بالواجب تاعهم، ومن ناحية كلش، من ناحية الطب ولا الفرمل راه قايمين بالواجب تاعهم. قد ما راني نشوف هنا ما فيها لا معرفة ولا فيها حاجة. أي واحد يجي هنا مستقبل أنه راي أمور راي ماشي عادي. المرضى طالبوا السلطات الوصية على القطاع بضرورة إيجاد حل لطرق التواصل بينهم وبين الأخصائيين الكوبيين، خاصة ما تعلق في إعداد الوصفات الطبية. لكن كان المشكلة الوحيدة هما الأطباء تاع الأجانب، يعني الأطباء تاع الأجانب أول اللغة تاعهم ما يهضروش باللغة لا فرنسوية لا إنجليزية، يهضروا بالإسبانولية. والإسبانولية إحنا معروفة باللي مش مستعملة هنا في الجزائر، حتى الأطباء ما يقدرش يفهموها. هذه عندهم مشكل، الأطباء هنا الفراملة كلهم كيما راهم عندهم مشكل مع الخط نتاع الكوبيين هذه ولا اللغة نتاعهم، ما يفهمولهاش. هذه هي، هذا المشكل عندنا اللي رانا نعانوا منه، يعانوا منه الأطباء. دونك نستقبلوا عندنا المرضى يجونا من كل الوطن، نستقبلوا اللي مناط عندنا، رانا نديروا في حنا نحو حتى ل 50 مريض بار جور، 50 مريض بار جور. يجي المناط اللي عنده رونديفو يتريتي. عندنا شويه نقص في الاشكاليه شويه في الترجمه تاع ما بين لي ميسان كوبا، مي لي ميسان الجزائريه ما عندنا حتى الحق، ما كان حتى مشكل. وفي انتظار التفاتات جاده من المسؤولين على المنظومه الصحيه بالجنوب، يبقى مرضى السرطان بورقله يعانون الامرين، شح الاسره وعائق التواصل مع الاطباء الاجانب.